السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على أحسن السادين في مصر، وهو السيد البري وهو السيد البحري. قناة مؤمن بركودة لتعليم السيد البري وتعليم السيد البحري على اليوتيوب. موضوع النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم فيه عن أداة جديدة من أدوات السيد السمك تحت الماء، وهي البول سبير. البول سبير يا جماعة دي أداة موجودة في العالم من زمان، بس هي يعني لسه نازلة مصر مبلاش فترة كبيرة، وفي ناس كتيرة كلمتني ايه دي كويسة ولا وحشة، هي ولا الهربون. ففيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن البوليس بير، ومعنى البوليس بير ومكونات البوليس بير واستخدامات البوليس بير والأسماك اللي ممكن تضربها بالبوليس بير وأوقات سيد البوليس بير وكل حاجة ان شاء الله عن البوليس بير. وزي ما قلت لحضراتكم ان البوليس بير دي أداة من أدوات سيد السمك تحت الماء، ودي مش موجودة كتير في مصر. ادي يا جماعة شكل البوليس بير، اهو يا جماعة شكل البوليس بير. تمام، قبل ما ابدا ان شاء الله اتكلم عن البوليس بير ومكوناته واستخداماته. يعني ايه كلمه بوليس بير؟ بول يعني اطلق، بي او ال اي يعني اطلق، سبير يعني سهم او رمح، بوليس بير يعني اطلق السهم او اطلق الرمح. تمام، دي معنى كلمه بول سبير. طيب مكونات البوليس بير يا جماعه، البوليس بير يا جماعه شكله اهو، بيتكون من عباره عن عصايه مؤاخذه واستك ورصه. طيب القطعة دي ممكن تبقى قطعة واحدة طويلة شوية، أو قطعتين، أو ثلاث قطع، والأستك أهم حاجة، ورأس الحربة اللي هي الرأس اللي بتتغير، ممكن بتبقى بالشكل ده ثلاثية بالشكل ده كده، وممكن تبقى بالشكل ده طبعا على حسب نوع وماركة البوليس بير كده، ممكن تكون رأس حربة كده. ادي مكونات البوليس بير. الصيد بالبوليس بير، اصطاد ايه بالبوليس بير؟ يعني انا جبت بوليس بير هضرب بيه ايه او اصطاد بيه ايه؟ ممكن اصطاد بالبوليس بير كاليماري او سبيت بالليل على الكشاف من غير ما اختص على الشاطئ كده. السبيت والكاليماري بيطلعوا بالليل بالكشاف بين الصخور بالقطعه الواحده مش بالقطعتين، وممكن اضرب كاليماري او اضرب سبيت بالليل على الكشاف. طيب ممكن اضرب بيه تاني بردك استاكوزا. الحاجات دي يا جماعه بالليل بتطلع على الشاطئ في البحر الاحمر، بتطلع على الشاطئ تبقى قصادك كده، يعني بينك وبينها متر متر ونص اقصى حاجه، قطعه واحده ممكن تشغلك وقطعتين ممكن تشغلك. طيب تحت الميه لو انا هستخدمها تحت الميه غطس، لو انا هستخدمها غطس يا جماعه تحت الميه اشتغل بالقطعه الواحده للسمك اللي بين الشعب، زي النواجل زي ابو شراره بين الشعب بالليل، فهمني؟ او حتت ضيقه بين الشعب ممكن استخدم القطعه الواحده. طب لو سمك سريع زي البياض شعور الحاجات اللي هي السريعه الكبيره، لا استخدم القطعتين، استخدم الحتتين مع بعض، لان كل ما بيطول كل ما بالباور بتاعه بيقوى، وفي يعني مسافه امنه بينك وبين الهدف السريع. تضرب باخطبوطات، الاخطبوط طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى في الجحر او في ساكن في جحر، ما بيجريش بالقطعه الواحده او بالقطعتين. طبعا يا جماعه البوليس بير ده معروف، اعمل سيرش على اليوتيوب هاو تو يوز بوليس بير، او هتلاقي ناس بتضرب بيه اسماك لحد 30 كيلو ولا 20 كيلو بالبوليس بير. هي الفكره يا جماعه ليه استخدام. الاهم من استخدام البوليس بير وقت الاستخدام، انت عشان تستخدم البوليس بير في الكليميري والسبيت والاستاكوزا بالليل على الشاطئ بالكشاف، او لو هتصطاد بيه سمك مجحر في اي وقت، في اي وقت تصطاد بيه سمك مجحر بين الشعب، يبقى معاك كشاف بردك وبالقطعه واحده وتدور عليه وتضربه. سمك سريع، سمك سريع زي الشعور والبياض والحاجات السريعه، اروس والبول والحاجات السريعه، لازم بعد الشروق بساعة، اخرك بعد الشروق بساعة او قبل الغروب بساعة، يعني من قبل الغروب لحد الغروب ده احسن وقت للصيد بالبوليس بير، لان السمك بيبقى في حالة ركود ما بيجريش، حتى لو سمك سريع زي الشعور زي البياض بيبقى سمك حركته قليلة في الوقت ده.